نمر الآن إلى الجزء الثاني من هذا التمرين. نقرأ أولا هذا الجزء الثاني. لتكون F الدالة العددية المعرفة على صفر زائد ما لا نهاية بما يلي: F لـ X يساوي 1 ناقص 1 على 2X زائد ln X على 2X. وليكن CF منحناها في معلم متعامد ممنضم OEG. السؤال الأول: حدد نهاية F لـ X عندما X يؤول إلى صفر، X أكبر قطعا من صفر، ونهاية F لـ X عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني: حدد مشتقة الدالة F لكل X ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية، ثم ضع جدول تغيرات F. السؤال الثالث: بين أن المستقيم D الذي معادلته Y يساوي 1 ناقص 1 على 2X مقارب للمنحنى CF. السؤال الرابع: حدد الوضع النسبي للمنحنى CF والمستقيم D. السؤال الأخير: نقبل أن المعادلة F لـ X تساوي صفر، تقبل حلين ألفا وبيتا ينتميان على التوالي إلى المجالين، المجال المفتوح 1 على 2 1، ثم المجال المفتوح 2 3. إذن اعتمادا على هذا المعطى أنشئ منحنى الدالة F. إذن نبدأ بالسؤال الأول. نكتب أولا صيغة الدالة: 1 ناقص 1 على 2X زائد ln X على 2X. لدينا نهاية F لـ X عندما X يؤول إلى صفر، X أكبر قطعا من صفر، إذن تساوي النهاية لـ F لـ X. إذن نكتب هذه الصيغة على هذا الشكل: إذن X يؤول إلى صفر زائد، لأنك تساوي النهاية عندما X يؤول إلى صفر زائد، إذن 1 ناقص 1 على 2X زائد ln X على 2X. إذن كتساوي النهاية عندما X يؤول إلى صفر زائد 1 على 1 ناقص 1 على 2X زائد النهاية عندما X يؤول إلى صفر زائد. إذن نلاحظ بأن هذا الخارج يمكن كتابته على هذا الشكل: إذن في نهاية ln X عندما X يؤول إلى صفر زائد. إذن عندما X يؤول إلى صفر زائد، إذن هذه الصيغة تؤول إلى 1. إذن عندما X كذلك يؤول إلى صفر زائد، ln X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. عندما X يؤول إلى صفر زائد 1 على 2X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وبالتالي هذا الجداء يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذن تساوي ناقص ما لا نهاية، لأن نهاية عندما X يؤول إلى صفر زائد 1 ناقص 1 على 2X هنا طبعا يساوي 1، ونهاية 1 على X عندما X يؤول إلى صفر زائد تساوي زائد ما لا نهاية، ونهاية ln X عندما X يؤول إلى صفر زائد تساوي ناقص ما لا نهاية. وبالتالي نهاية F لـ X عندما X يؤول إلى صفر زائد تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن نمر الآن إلى حساب نهاية F لـ X عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن نهاية F لـ X عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذن تساوي النهاية عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية 1 على 2X زائد ln X على 2X. إذن نلاحظ بأن هذه الحدود هي تؤول إلى ناقص ما لا نهاية عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، والصيغة ln X على X تؤول إلى صفر عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن النتيجة هي ناقص ما لا نهاية. إذن لأن نهاية ln X على X عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي صفر، ونهاية
واحد ناقص واحد على اثنان إكس عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي نهاية إف إكس عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن هذا بخصوص السؤال الأول. إذن نمر إلى السؤال الثاني، حدد إف بريم لإكس مشتقة الدالة إف على المجال صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني، إذن نلاحظ هنا بأن هذه الصيغة هي مجموع صيغتان. إذن الصيغة واحد ناقص على اثنان إكس قابل الاشتقاق على R وبالأخص على المجال صفر زائد ما لا نهاية، كذلك هذه الصيغة قابل الاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية لأنها خارج دوال قابل الاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية. إذن لدينا F قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية، إذن لأنها مجموع دوال قابل الاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية، ومنه F بريم لي إكس يساوي إذن واحد ناقص واحد على اثنان إكس زائد ln x على 2 x بريم، إذن كتساوي إذن واحد على واحد إذن مشتقة واحد صفر إذن ناقص واحد على 2 إذن زائد واحد على 2 مشتقة ln x على x، إذن كتساوي واحد على ناقص واحد على 2 زائد واحد على 2 إذن مشتقة ln x إذن واحد على x في x إذن ناقص مشتقة x في ln x، إذن مشتقة x هنا تساوي واحد إذن كيبقى لنا ln x على x مربع، إذن اللي كتساوي ناقص واحد على اثنان زائد واحد على اثنان إذن واحد ناقص ln x على x مربع. إذن نقوم بتوحيد المقام، إذن ناقص x مربع على 2 x مربع لأن x ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية، إذن زائد 1 على 1 ناقص ln x على 2 x مربع، إذن اللي كتساوي إذن ناقص x مربع زائد 1 ناقص ln x على 2 x مربع، إذن اللي كتساوي إذن تساوي إذن ناقص واحد أو واحد ناقص إكس مربع ناقص إلين إكس على إثنان إكس مربع. إذن نلاحظ بأن في الجزء الأول هذه الصيغة هي جي لي إكس على 2 إكس مربع، وبالتالي لكل إكس ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية، إذن إف بريم لي إكس تساوي جي لي إكس على 2 إكس مربع. إذا نمر الآن إلى الشق الثاني من هذا السؤال، ضع جدول تغيرات دالة F. إذن جدول تغيرات دالة F، إذن لدينا بالنسبة
المشتقة F بخيم X إذن تساوي G X على 2 X مربع. إذن تطرقنا في الجزء الأول بأن الدالة G موجبة على المجال 0 1 ثم سالبة على المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذن لدينا لكل X ينتمي إلى 0 1 F بخيم X أكبر من أو يساوي 0 و لكل x ينتمي الى 1 زائد ما لا نهايه f بريم لي x اصغر من او يساوي 0. لماذا هنا f بريم لي x اكبر من او يساوي 0؟ لان بالنسبه للداله g هي اكبر قطعا اكبر من او يساوي 0 في المجال 0 1، وهنا اصغر من او يساوي 0 في المجال 1 زائد ما لا نهايه. اذا ومنه جدول تغيرات الدالة F إذن X 0 زائد ما لا نهاية إذن F بخيم لي X F لي X. إذن بالنسبة لا المشتقة ولا الدالة غير معرفتان في 0. إذن المشتقة تنعدم في 1 لأن حددنا قيمة G لواحد لكي يساوي 0. إذن تنعدم في 1 هنا قلنا موجبة سالبة. إذن الدالة تزايدية على المجال 0 1 وتناقصية على المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذن بالنسبة للنهاية حسبنا النهاية عندما X يؤول إلى 0 زائد ناقص ما لا نهاية، كذلك عندما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. إذن هنا نحدد صورة 1. إذا بالنسبة لصورة 1 إذا نحدد هي إذا 1 ناقص 1 إذا 1 على 2. إذا ln 1 يساوي 0 وبالتالي 1 ناقص 1 على 2 إذا 1 على 2. إذا هذا فيما يخص السؤال الثاني. نمر الآن إلى السؤال الثالث. بين أن المستقيم د الذي معادلته إيغيك يساوي 1 ناقص 1 على 2 إكس مقارب للمنحنى السيف. إذا السؤال الثالث، إذا لدينا نهاية إف لإكس ناقص 1 ناقص 1 على 2 إكس عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن تساوي، إذن هنا نلاحظ بأن هذا الفرق إف لإكس ناقص هذه الصيغة كتبقى ln إكس على 2 إكس، وبالتالي تساوي ln إكس على 2 إكس عندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن كل يعلم بأن هذه النهاية تساوي 0، ومنه المستقيم الذي معادلته يغيك يساوي 1 ناقص 1 على 2 إكس مقارب مائل للمنحنى سي إف بالطبع هنا بجوار زائد ما لا نهاية. إذن هنا نضيف هنا بجوار زائد ما لا نهاية السؤال. إذن نمر إلى السؤال الرابع. إذن حدد الوضع النسبي للمنحنى سي إف والمستقيم دي. إذن يكفي فقط دراسة إشارة إف لي إكس ناقص إيغيك. إذن وضعية المنحنى سي إف والمستقيم دي. إذن لدينا إف لي إكس ناقص إيغيك
إذن بالنسبة لمعادلة المستقيم هي واحد ناقص واحد على اثنان إكس، إذن كتبقى ln إكس على اثنان إكس، وبالتالي إشارة هذه الصيغة هي فقط إشارة ln إكس. إذا نلخص هذه الإشارة أو هذه الوضعية في هذا الجدول، إذا x صفر زائد ما لا نهاية، إذا f لx ناقص y، إذا وضعية سيف بالنسبة ل d. إذا بالنسبة ل ln x سنعادين في واحد، إذا تساوي صفر إلا كان x يساوي واحد. إذا بالنسبة ل ln سالب على المجال صفر واحد، وموجب على المجال واحد زائد ما لا نهاية، وبالتالي هنا CF تحت D، CF فوق D. إذا نمر الآن إلى السؤال الأخير، إذا نقبل أن المعادلة إف لإكس تساوي صفر تقبل حلين ألفا وبيتا ينتميان على التوالي إلى المجالين واحد على اثنان واحد و 2 3. إذن انطلاقا من هذا المعطى أنشئ المنحنى سيف في معلم متعامد ممنطق. إذن إنشاء سيف، إذن نحتاج فقط إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، وبالتالي ننشئ محور الأراتيب. إذن هنا على اليسار أقصى اليسار، محور أفاصيل، إذن نبدأ بإنشاء المقارب المائل الذي معادلته ناقص واحد على اثنان إكس زائد واحد، أي إذا كان إكس يساوي صفر فإن هذا المستقيم يمر من هذه النقطة، إذا كان إكس يساوي اثنان المستقيم يمر من هذه النقطة. إذا إي يساوي واحد ناقص واحد على اثنان إكس. إذن عندنا هنا نهاية في الإكس عندما إكس يؤول إلى صفر إكس أكبر قطعا من صفر، حددنا هذه النهاية قلنا تساوي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي إذن هذا المستقيم الذي معادل أي محور الأراتيب مقارب عمودي للمنحنى، وقلنا كذلك بأن المعادلة إف لإكس تساوي صفر تقبل حلين ألفا وبيتا، إذا ينتميان على التوالي إلى المجالين، إذا غنبداو بالمجال، إذن هنا ألفا ينتمي إلى المجال واحد على اثنان واحد، ثم بيتا ينتمي إلى المجال اثنان ثلاثة. عندنا كذلك حسب جدول تغيرات، إذن إف لي واحد تساوي واحد على اثنان، وبالتالي هنا عندي مماس أفقي، إذن يبقى فقط إنشاء هذا المنحنى.
إذن كما قلنا بأن محور الأراتيب هو مقارب عمودي للمنحنى، ثم هذا المستقيم الذي معادلته y واحد ناقص واحد على اثنان اس مقارب ما إلى المنحنى، علما بأن كما قلنا في السؤال الخامس إذن المنحنى يقطع محور الأفاصيل في هذه النقطة بيتا، وبالتالي هنا عندي مقارب المنحنى يقبل مقاربا عموديا بالجوار زائد ما لا نهايه صفر. وبالتالي انتهى هذا التمرين او الجزء التالي.